us but want subscribers. Thanks for the candy basket. Oh god. And السلام عليكم. حابب اكلمك النهارده عن شوية مميزات كده في الامارات. اول ميزة وانا شايفة ان دي اهم ميزة، الدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية المقصود بيها الحاجات اللي هي تبع الحكومة نفسها، الوزارات، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الاسكان، البلدية. بتدخل تاخد التيكت بتاعك، تستنى معزز مكرم، يبقى حاجة زي صالون. ايوة الصالون المذهب اللي في بيتكو ده. والصالون ده عنده ترابيزة، والترابيزة دي محطوط عليها قهوة وشاي وفناجيل وتمر. طيب ترابيزة واحدة؟ لا، بتلاقي مثلا اكتر من 11 ترابيزة، وكل ترابيزة عليها مثلا 3-2 قاعدين على الكراسي، متوزعين ايه الادوار بتاعتهم. والكاونتر، كاونتر كبير فيه الموظفين والموظفات. تشرب القهوة، تشرب شاي براحتك، عايز تنادي مثلا في حد بيكون معدي كده، ايه اللي هم الناس المحترمة الفلبينيين دول والفلبينيات، اكسكيوز مي، يعني انت كوفي ولا حاجة؟ لو راجل كبير بتصب له الكوفي والشاي. بتدخل تخلص المعاملة بتاعتك. طبعا معظم المعاملات ما بتكونش ورقية الا في الحاجات اللي هي كانت ورقية من الاول، يعني زي شهادة التخرج. شهادة التخرج محتاجة من بلدك ان هي ختم و و و و، فدي لازم. الحاجات الجديدة كلها بقت بالباركود او بالنمبر، تمام؟ بيدخلوها يعملوا لها سكان، يشوفوها دي اوريجينال، مطابقة لي اللي موجودة عندهم في السيستم، خلاص امورك تمام. توصلك المعاملة على الايميل او على على الرقم الواتساب، في رسالة لينك، تدخل على اللينك تحمل البي دي اف وتاخد وراتك المعاملة بتاعتك وتخلصها وتروح لجهة تانية. يعني الموضوع بيبقى بسلاسة جدا وما فيهوش اي تعقيد. تاني حاجة، الشعب بتاع الامارات اصلا يعني كويس. لما تيجي تسأل على حد بيقف معاك ويكلمك ويعرف من لهجتك ان انت مثلا ايه عربي او مصري، فبيزيد احترامه ليك اكتر وبيحاول يساعدك اكتر، ماشي؟ فدي برضو حاجة كويسة جدا ان انت تلاقي شعب الامارات مضياف يعني. واكتر من كده ان هم ما بيعاملش الناس اللي هي جاية من بره ان هو مثلا ايه، شوف السوري، شوف المصري، شوف الباكستاني باحتقار. لا، انت مقيم، انت بيسميك ان انت مقيم، انت مقيم عندي في البلد، يعني ضيف عندي في البلد. انا فعلا انا كمواطن مثلا في الامارات ليا حقية وليا اولوية في الدوائر الحكومية، وده حقهم طبعا جدا، ماشي؟ بس انت ليك الاحترام كمقيم او كاجنبي برضو عايش معايا جانب بجنب، مفيش اي مشاكل. فدي تاني حاجة تحسب لي الامارات. تالت حاجة موجودة، موضوع النظام في كوارث، سواء الكوارث الطبيعية او الكوارث اللي هي بتبقى مصنوعة بالبشر، سواء الحوادث، سواء المطر، الرياح الشديدة، بتلاقي رد فعل واكشن سريع جدا بيحصل من رجال الشرطة، رجال الاسعاف، لقدر الله لو في حرائق ما بتلاقيش الموضوع لا يتعدى العشر دقائق 20 دقيقة. الامارات معروفة اعتقد ان هي اعلى دولة على مستوى العالم مركبة كاميرات في كل انحاء الامارات نفسها. يعني كل ما انت ماشي بتلاقي عمود وفي دايرة سودة كده، الدايرة السودة دي اعرف ان هي كاميرا 360 درجة بترصد كل اللي موجود. طيب بترصد ايه؟ بترصد المخالفات الشخصية، سواء انت ماشي وعديت من مكان مش موجود فيه عبور مشاة، ماشي، بتاخد بيجي لك الشرطي او بيجي لك رسالة على التليفون بتاعك اوتوماتيك، لان الهوية البطاقة اللي انت بتاخدها فيها شريحة الكترونية، فالشريحة دي مربوطة بالكاميرا وبيعرفوا ان انت ارتكبت الخطأ الفلاني، بيجي لك رسالة ان تم خصم 200 درهم بسبب ان انت عبرت من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تمام؟ دي اخطاء شخصية. رميت زبالة مثلا في الشارع ولا حاجة، برضو اخطاء شخصية. الكلام ده لو قدام شرطة طبعا دي مشكلة تانية، ربنا يكون في عونك. شوف بقى الشرطة هتعمل معك ايه. حاجة بيحترموا جدا الخبرات، بمعنى يعني
مع احترامي لشهادتك ماشي، بس التوظيف عشان تيجي تلاقي شغل وتوظيف اسرع واسهل، عامل الخبرة بيفرق عن الشهادة نفسها، يعني بيعتمدوا على الكفاءة والخبرة اكتر من الشهادة ماشي. يعني انت مثلا لو شهادتك قليلة جدا مثلا او اقل او وما شاء الله مجتهد وبتحاول تعرف اكتر مش بتتكبر على ان انت تعرف، او مش بتفتي على طول، ان شاء الله ربنا بيكرمك بفرصة ان شاء الله. حاجة البلد بتمشي بخطوات محسوبة، انت شايف الخطوات دي. يعني انت مثلا في مكان صحراء، المكان الصحراء ده بيعملوا فيه ايه؟ اول حاجة بنية تحتية. يعني انت مثلا عديت النهاردة شايف ايوه هنا في حاجات وفي اللي هي الحفارات الكبيرة وبتاعه كده، وعليها سور كبير، مدينة كبيرة بتتأسس، دي معناها ايه؟ البنية التحتية. تاخد قد ايه؟ سنة مثلا، سنة ونص، على حسب، سنتين، كهرباء، مية، اتصالات، مطافي ماشي، والغاز الطبيعي فيما بعد. طيب يعني ايه؟ بعد السنتين بتدخل على المدينة دي تلاقي الطرق جاهزة، هي ما فيهاش اي حاجة خالص، هي صحراء بس الطرق جاهزة، المية جاهزة، الكهرباء جاهزة، كل حاجة جاهزة، يدوب انت متقسمة لفلل او بنايات او عمارات او ايا كان التقسيمة، بتروح تبدأ شغلك. الشغل بقى اللي هو الهندسة المعروف، الحفر وتبني و و و بس. يعني ايه اللي عايز اقول لك؟ خطوات محسوبة جدا، معروف بدايتها، معروف نهايتها، معروف في التسليم بتاعها. يعني عارف انت لما يكون واحد عاقل وراسي وبيشتغل بحكمة، هم دول يعني. تمام، دي خامس ميزة في يعني. شوف دي كده مثلا، دي كده اللي طفيت الحريق، اللي حواليه ده السيفتي ماشي، دي فوات حريق، العلامات الاسترشادية بتاعتها، العلامة الحمراء دي ان المفروض ما حدش يركن. طبعا احنا لسه في مدينة تحت الانشاء، كون ان انت يكون عندك كل ده ماشي، ده كده ووتر، دي العلامة اللي في تحت البايب الرئيسي بتاع المية ماشي، كل الحاجات دي. شايف دي كده؟ تعال شوف دي، شايف العمود ده كده؟ العمود ده عليه باركود، الباركود ده بيقول لك انت موجود فين بالظبط، يعني تعمل له سكان يجيب لك اسم المنطقة واسم الشارع واسم الحي وكل حاجة. تمام، كل دي مثلا، دي بتاعت المجاري مثلا، هنا بتاعت الاتصالات مثلا، هنا بتاعت الكهرباء، دي غرفة الكهرباء، وطبعا الناس عمالة تبني، يعني حتى الشوارع نفسها متعلمة. شايف خط اصفر ماشي، ان انت ما ينفعش، ممنوع التجاوز، ان انت تعدي هنا، خط متقطع، ده عبور المشاة، انت فاهم؟ يعني كل الحاجات دي جاهزة، ولسه المدينة لسه ما خلصتش، لسه فيها اعمال بناء، الناس عمالة تشتغل وتبني. فالميول بتاع الطريق فين؟ رايح على الصفاية بتاعت المطر، ادي الصفاية بتاعت المطر ماشي. كل ده معمول حسابه، واحنا لسه في مدينة جديدة الانشاء. سادس ميزة، او انا بسميها سادس عجيبة من عجائب الامارات، اعتقد ان هي اول دولة على مستوى العالم تقف قدام الموضوع بتاع الكورونا ده. حاجة رقم 7، عندهم دايما استيعاب للافكار الجديدة، ما عندهمش حكر على الافكار القديمة، حتى اصغر 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 المواطنين اللي موجودين، انت فاهم؟ مش اصغر في المكانة، لا، الاصغر مثلا في ايه؟ في الحالة الاجتماعية، الحالة المادية كده، برضو عنده ما شاء الله توسع، وعنده تتكلم معاه يكون عارف ايه الحاجات اللي موجودة بره، لانه ما شاء الله الباسبور بتاعه مسموح ان هو يسافر اكتر من 140 دولة حول العالم بدون اي تأشيرة. فهو دايما مطلع على الابديت الجديد، ودايما عندهم توسع للحاجات الجديدة، يعني اي حاجة جديدة تلاقيها موجودة في الامارات. تمام، يعني عايز اقول لك مثال بسيط جدا، انت لما تدخل على البنزينة، شفت البترول،
بتدخل الحمامات بتاعتها، الله يعزك، لما تخلص حمام بتطلع اوتوماتيك السيفون بيشتغل اوتوماتيك، تمام، اوتوماتيك الباب بيقفل، في حاجات كتير جدا اوتوماتيك، تدخل على المغسله اوتوماتيك المايه بتنزل، تطلع ايدك من المغسله اوتوماتيك المايه تقف، الهواء، حاجات زي بتاعت المولات، الحاجات اللي هي في المولات الكبيره لا هي موجوده هنا في الحاجات العاديه، يعني بقول لك بنزينه في الشارع موجود فيها الحاجات دي كلها، تمام. فدايما عندهم تطور 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 حتى في الحاجات القليله، ما بالك بالحاجات الكبيره، ان هم ما شاء الله متصدرين في الهاي بيلدينج، اطول برج في العالم ما شاء الله، بيبنوا مدن جديده ما شاء الله، عندهم تطور ورؤيه اكتر واكتر من 10 20 سنه، يعني عندهم حاجه اسمها ايه، بيسبقوا الزمن. انا اتذكر في مره من المرات قالوا ان الامارات بتحقن السحاب، بتحقن السماء بغازات او بحاجه عشان المطر ينزل. عايز اقول لك ان من 5 سنين لغايه دلوقتي كل سنه ما شاء الله المطر، كميه المطر بتزيد. يعني الاول انت ما عارف ان الخليج الشتاء بتاعه قليل، لا دلوقتي ما شاء الله بقى في شتاء في الخليج، يعني في شتاء، مش هيكون زي شتاء مصر طبعا، ولكن بدا ايه يبقى تحس ان في شتاء وفي مطر اقل، ولكن يعني بدا، تفهم؟ فكون حاجه زي كده ويعملوا التكنولوجيا دي، دي حاجه تحسب لهم يعني. فنقدر نقول كده عجائب، العجائب السبعه بتاعت الدنيا، في برضو عجائب السبعه في الامارات من خلال تجربة.